السلام عليكم. روسيا استفزت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استهداف طائرة مسيرة أمريكية في الشرق الأوسط وتحديدا في الأجواء السورية، وهذا كله جاء بتفاصيل كاملة قادمة يوم أمس من قبل القيادة الجوية الأمريكية المركزية، هي التي تحدثت عن تفاصيل ما جرى وقالوا بأن هذه الحادثة قد تمت الأحد الماضي، وكانوا قد نشروا مقطعا لطبيعة الصدام والاحتكاك الذي جرى، وهذا التصوير هو قادم من طائرة MQ-9 ريبر الأمريكية المسيرة، وهي تصور طائرة السوخوي-35 الروسية تقترب منها فوق الأجواء السورية، وطبعا شيئا فشيئا تصبح خطرة. هنا بروتوكولات عدم التصادم يعني أصبحت مخترقة تماما، وبالتالي هذه الطائرة بعد وصولها بهذا الشكل من المسيرة أو الطائرة المسيرة قامت بإطلاق هذه القنابل أو قنابل الإنارة أو المشاعل الضوئية كما يطلق عليها على الطائرة المسيرة، وتسببت بأضرار للطائرة المسيرة الأمريكية، وكانت قد نشرت الـ DVIDS التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية الصور للأضرار التي جاءت على مروحة هذه الطائرة. هذه الصورة على سبيل المثال، أو هذه الصورة وهذه صورة أخرى توضح لك بأن الإصابة بقنابل الإنارة أو القنابل الضوئية كانت قد جاءت في مروحة هذه الطائرة المسيرة. وطبعا عندما نرى طائرة MQ-9 ريبر ستلاحظ بأن المروحة تأتي هنا في الخلف التي نراها طبعا، وبالتالي صورة أخرى للطائرة وهي متوقفة تجد أنت هنا كما يطلق عليها ريش هذه المروحة أو شفرات هذه المروحة، ستلاحظ بأنها متطابقة مع ما رأيناه هنا من طبيعة الإصابة التي جاءت من قبل طائرة السوخوي-35 على هذه الطائرة. وطبعا بالنسبة للقيادة الجوية الأمريكية المركزية كانت واضحة جدا في تصريحاتها وقالت، وأنا أقتبس، لحسن الحظ أن هذه الطائرة المسيرة تمكن الفريق الخاص الذي يدير هذه الطائرة من إرجاعها إلى قاعدتها بسلام، أي بما معنى بأن هذا الاستهداف رغم أنه قد يبدو بسيطا ولكنه من الممكن أن يخل بتوازن هذه الطائرة المسيرة وأن تسقط وتحقق روسيا استفزازا واضحا جدا للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أيضا من جهة أخرى، وزارة الدفاع الروسية كانت الأحد الماضي قد أصدرت بيانا قبل البيان الذي صدر من الولايات المتحدة الأمريكية الذي رأيناه الآن، وقال الروس ببساطة بأن كان هنالك اقترابا من طائرة مسيرة أمريكية على الطائرات الخاصة بروسيا، وبأن كان هنالك اختراقا لبروتوكولات عدم التصادم في سوريا، أي أن الاختراق قادم من الجانب الأمريكي بحسب تفسير وزارة الدفاع الروسية. لكن عندما ننظر مرة أخرى إلى المقطع فأنت ستجد أن طائرة السوخوي-35 هي فعليا هي التي تقترب من الطائرة المسيرة الأمريكية التي تحدثنا عنها، وبالتالي العكس تماما. أيضا في نفس الوقت عندما نلقي نظرة على طبيعة الصورة السريعة التي جاءت من هذا التصوير أو من هذا المقطع الذي نشرته طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، لكي ندقق في هذا الموقع إذا كانت هذه المنطقة ليست منطقة عمليات أو ليست منطقة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، سنلاحظ بأننا هنا أمام بحيرة مميزة، وأيضا في نفس الوقت ستلاحظ أن هذه المنطقة أو هذه الأرض نوعا ما هنا تبدو باللون الأسود مقارنة بهذه الجهة أو بالجهة الأخرى، وهذه علامة مهمة للغاية إذا ما ركزنا على البحيرة هنا لكي نحاول أن نقترب من حقيقة أين تتواجد هذه المنطقة وأين تم هذا الصدام. سنلاحظ بأن وسط هذه البحيرة وكأننا أمام نوع من الجزر الصغيرة، وسنلاحظ بأن هنالك فراغا بين هذه النقاط التي أشرتها لكم التي تبدو طبعا كنقاط وسطية أو أرض بسيطة أو جزيرة موجودة وسط هذه البحيرة بهذه الطريقة. وأيضا الشكل المميز للبحيرة أيضا يجب أن ننتبه إليه لكي نحدد هذا الموقع، وبالتالي وسط هذه الدائرة تقريبا بهذا الاتجاه إذا ما استطعنا أن نصل إلى هذه الصورة فإننا سنعرف بالضبط أين تم الاصطدام تقريبا من هذه البحيرة للاستفادة من هذه الصورة بكل تأكيد. بالتالي بالتوجه مباشرة إلى الأراضي السورية، فإن مثل هذا النوع أو مثل هذا الشكل من البحيرات ستجده إلى شرق حلب. هذه حلب التي ترونها، إلى شرقها ستجد مثل هذه البحيرة الكبيرة وجزيرتين نوعا ما أو ثلاثة إن صح التعبير صغيرة موجودة في هذه المنطقة. وإذا طبعا ما توقفنا
بهذا الشكل ستلاحظ بأننا أمام الجزيرة الأولى والثانية والثالثة، وهذا هو الفراغ الوسطي. لذلك نحن بحاجة أن نقوم بعملية التفافة 180 درجة من هذه الصورة لكي نحاول أن نطابق الأمور، بالتالي تبدو متطابقة مع الصورة التي رأيناها. نلقي نظرة على البحيرة من بعيد وبالتالي تبدو قريبة جدا من الصورة التي رأيناها، بالتالي بالانسحاب قليلا هنا بمسافة معينة سنجد بأننا أمام منطقة الباب ومنطقة بزاعة أيضا التي ترونها هنا. هذه هي الباب كما تلاحظون، وهذه هي بزاعة، وطبعا الجزر كما تحدثنا تأتي بهذا الشكل مع الفراغ الخاص بها، وهذا هو الشكل الموقع، وبالتالي واضح جدا بأننا أمام منطقة بزاعة تقريبا هي التي تم فيها الصدام أو الاشتباك أو الاحتكاك من قبل الطائرة طبعا الروسية السوخوي 35 بالطائرة الأمريكية MQ-9 ريبر. وهذه المنطقة هي منطقة طبيعية أن تطير فيها طائرات الأمريكية المسيرة في هذه المنطقة، لأنها عادة ما تحوم في هذه المنطقة لمراقبة قادة تنظيم داعش الإرهابي وعناصرها، وعادة ما تقوم بعمليات قد شهدنا في الأسابيع الماضية عدد من العمليات التي حققها التحالف الدولي بنجاح ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في هذه المنطقة بالقرب من منطقة الباب. بالتالي لا شيء يبدو خاطئا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بالرواية الروسية. وطبعا هذه المسألة والمثير بهذه القضية بأن الولايات المتحدة الأمريكية أساسا قد عانت من مسألة الاحتكاكات الروسية في الفترة الأخيرة. كانت قد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بهذا الشكل بأنها قامت بتعزيز القوة في المنطقة بشكل عام لردع روسيا من القيام بمثل هذه التصرفات، وكذلك ردع إيران أيضا من الاستفزازات التي تأتي على مستوى مضيق هرمز. ونشروا طبعا طائرات F-16 F-35 الشبح من أجل طبعا ردع مثل هذه الاستفزازات. وكذلك في نفس الوقت أيضا أن كان هنالك تقريرا قد صدر الأسبوع الماضي أكد بأن الطائرات الروسية قد اقتربت من إحدى طائرات الرقابة أو طائرات الاستطلاع الأمريكية، وكانت قد تعرضت هذه الطائرة لخطر كبير، وكان على متنها 4 عناصر من عناصر الجيش الأمريكي في هذه الطائرة، وكان من الممكن للطائرة الروسية أن تسقط هذه الطائرة الأمريكية وأن يقتلوا طبعا كل من فيها من الطاقم الموجود بهذه الطائرة. وطبعا هي ثبتت هذه الحقيقة الأسوشيتد بريس بهذا الشكل، ولكنهم نجوا من هذه المسألة. لذلك طبعا الولايات المتحدة نشرت هذه الطائرات في المنطقة، بل إنها أكدت نشر هذه الطائرات من خلال نشر صور من قبل القيادة المركزية الأمريكية بعد يومين من هذا التصريح الذي ترونه. في 20 يوليو وضحت القيادة المركزية ونشرت صورا لطائرة F-16 الأمريكية وهي تحلق كما قالوا فوق مضيق هرمز كما تلاحظون. إذا ما حاولنا نتأكد أيضا هل هي فعلا فوق مضيق هرمز بالاقتراب من هذه اللقطة ستلاحظ بأننا أيضا أمام نوع من الجبال فوق هذه المياه، وطبعا هي متصلة مياه بهذا الشكل ومياه أخرى تأتي إلى مخرج من المفترض أن يكون الخليج العربي في إشارة وفي رسالة واضحة من خلال هذه الصورة. من الممكن أن يكون خليج عمان أيضا في نفس الوقت، علينا أن لا نستبعد هذا الأمر. وأيضا هنالك عدد من العلامات التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار مثل هذه العلامة أو هذا الشكل أو هذا الشكل الآخر، هي كلها أشكال بكل تأكيد ستكون مفيدة لنا في تحديد هذا الموقع. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي بسرعة إلى مضيق هرمز كما وصفها طبعا أو وصفتها القيادة المركزية الأمريكية لطائرة F-16، سنلاحظ هذا هو المضيق، مثل هذا النوع من الجبال والمرتفعات تأتي هنا بهذا الاتجاه. وإذا ما لاحظنا وسطها سنلاحظ بأن هنالك تقريبا نفس الشكل الذي لاحظناه قبل قليل بأن هذا المخرج إلى المياه، تبدو بأن الجهة التي كان التصوير فيها قادما بهذا الشكل. وبالتالي إذا ما حاولنا أن نأخذ صورة أوضح نهبط ونحاول أن نلقي نظرة باتجاه الخليج العربي من مضيق هرمز بهذا الاتجاه طبعا سنلاحظ بأننا فعلا أمام نفس العلامات مرة أخرى التي قد رأيناها الآن قبل قليل من الصورة لطائرة F-16. هنا المياه وهنا طبعا المخرج واضح إلى الخليج العربي، وطبعا هذه هي العلامات التي قد تحدثنا عنها، واضح كل شيء متطابق، ويعني أن الطائرة فعلا كانت تحلق بهذا الاتجاه والصورة
قد التقطت لها، رغم كل التأكيدات، رغم كل البيانات وغيرها مما فعلته الولايات المتحدة لردع التصرفات الروسية المزعجة بالنسبة لهم في سوريا، إلا أن روسيا قامت بهذا الاحتكاك مرة أخرى الأحد الماضي، وكان من الممكن أن تسقط طائرة MQ-9 ريبر، وهذا كله يأتي لهدف مهم رأيناه في عدد من التقارير التي صدرت من المونيتر وعدد من الصحف الأخرى، أكدوا فيها بأن روسيا وإيران لديهم خطة لإخراج القوات الأمريكية من سوريا، وهذا هو بالضبط نفس الأمر الذي تحدثت عنه الواشنطن بوست الأمريكية اليوم أو اليوم أمس، هي التي تحدثت عن هذه المسألة وعادت لتؤكدها، فقالت أن الأمر هو مرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية. فقبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تختلف فيما بعضها البعض، تتعاون فيما بعضها البعض، كانت سوريا هي عبارة عن نقطة للتعاون والخلاف في نفس الوقت. فعلى سبيل المثال ما ذكرته الواشنطن بوست هنا بأن على سبيل المثال كان هنالك اتفاقا على مسألة نفوذ الجنود الإيرانيين أو الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وعن طبيعة النفوذ التركي والتواجد التركي، أي ضبط أقدام الأتراك والإيرانيين في سوريا. أيضا في نفس الوقت كانوا يناقشون مسألة أيضا عدم جعل سوريا ملاذا آمنا للتنظيم داعش الإرهابي، وكذلك أيضا في نفس الوقت هم كانوا أيضا ينظرون إلى مسألة حقيقة مسألة الحرب الموجودة طبعا على المستوى السوري ومحاولة أيضا ضبطها، وأيضا منع من أن تكون سوريا سببا في الحرب بين إيران وبين إسرائيل وتصبح حربا إقليمية كبيرة. بالتالي كان هنالك ترتيبا كبيرا بين الطرفين على المستوى السوري، تواصل عالي للغاية، ولكن الأمور تغيرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية كما ذكرت الواشنطن بوست الأمريكية، وهي كانت قد أكدت بأن الآن روسيا اقتربت من إيران كثيرا، وذلك بسبب أن إيران ساعدت روسيا كثيرا على مستوى الحرب الروسية الأوكرانية بالطائرات المسيرة، وأصبح للوجود الإيراني مستوى عالي للغاية، والفصائل من الممكن أن تزداد ويزداد نفوذها بشكل أكبر، واختلت التوازنات، وأصبح الهدف الأساسي بحسب ما ذكرته الواشنطن بوست هو إخراج القوات الأمريكية من هذه المنطقة بالتمام والكمال من خلال محاولة طبعا الاشتباك مع هذه طبعا الطائرات الأمريكية أو غيرها، وكلهم 900 عنصر فقط من هم متواجدين في هذه المنطقة، وبالتالي روسيا تساعد إيران كثيرا بهذا الاتجاه. ونفس الأمر الذي اتفق معه الخبير في الشأن الإيراني الدولي وهو جيسون براتكي، الذي قال بأنها واحدة من الطرق لكي يعوضوا الإيرانيين في مسألة الطائرات المسيرة التي تساعد فيها إيران روسيا لكي تستخدم في الحرب الأوكرانية. وبذكر مسألة الطائرات المسيرة هنالك أيضا تفاصيل جديدة قد ذكرت من قبل عدد من عناصر المخابرات الأمريكية إلى CNN الأمريكية يوم أمس، قد نشرت تفاصيلا عن هذا المصنع الذي بنته أو في قيد بنائه الآن روسيا، ومن يعمل على بنائه حقيقة في عملية التصميم وغيرها هي إيران، وهو مصنع لصناعة الطائرات المسيرة الإيرانية، ولكي تكون روسيا جاهزة في عملية وقادرة على تصميم وصناعة الطائرات المسيرة في داخل روسيا، والخلاص من كل العناء والضغط الغربي على إيران وعلى روسيا بسبب هذه الطائرات المسيرة، خلاص هي تصنع في داخل روسيا وانتهت هذه المسألة. وطبعا هذا المصنع من خلال صورة القمر الصناعي هو موجود في منطقة يطلق عليها يالابوغا، التي تقع طبعا إلى شرق موسكو على مسافة ما يقارب 965 كيلومترا في هذه المنطقة طبعا الصناعية التي ترونها. وعناصر المخابرات الأمريكية قد ذكروا للCNN ببساطة، قالوا بأن هذه المنشأة ستكتمل وسيكتمل بناؤها بداية العام القادم وتحديدا في شهر يناير كما ذكر طبعا بهذا الشكل، وقالوا بأن عدد الطائرات المسيرة سيكون كبيرا للغاية بالنسبة لروسيا مقارنة بهذه الفترة. لا تنتظر روسيا الآن من إيران الشحنات، لا أبدا، بل ستكون أكبر بكثير وأكثر تأثيرا بكثير من أي فترة مضت. وطبعا إذا ما أخذنا قياس على سبيل المثال بحسب ما نشرت الواشنطن بوست كما تلاحظون اليوم تقديرا أوكرانيا بأن روسيا تستخدم 1000 طائرة مسيرة إيرانية في الشهر الواحد، وهذا يعني أن العدد على الأقل سيصل إلى الضعف أو حتى أكثر من الضعف مع الانتهاء من بناء هذا المصنع الذي ذكرناه لكم. وبالتالي روسيا فعلا ممتنة من إيران
في مسألة الطائرات المسيرة التي أصبحت لها جزء ودور استراتيجي كبير في الحرب الأوكرانية، وبالتالي لابد لهم أن يساعدوا الإيرانيين في سوريا للضغط على إسرائيل ولإخراج القوات الأمريكية من سوريا بحسب كل التقارير.